نحتفل في الذكرى 43 لانطلاقة فصيل وطني قدم وضحى. أن نتوجه أولا بالتحية، تحية اعتزاز وإكبار وإجلال بكل الشهداء العظام الذين سقطوا عبر مسيرة الثورة الفلسطينية المتواصلة على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان. الشهيد الخالد ياسر عرفات والشهيد عمر القاسم ونزال وابو علي مصطفى وياسين وابو العباس وكل الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية ثرى فلسطين الحبيبة. نعم ايها الاخوة، عشرات الالاف من ابناء هذا الشعب قدموا ارواحهم رخيصة من اجل ان تحيا فلسطين. لقد بدأ الربيع العربي من هنا من فلسطين منذ اكثر من 60 عاما حينما فجر هذا الشعب ثورة. هذه الثورة اعادت الهوية الفلسطينية اعتبارها من جديد وقالت لهذا الاحتلال: نحن نتحدى جبروتك بارادتنا رغم صمت العرب ورغم تآمر ما يسمى بالمجتمع الدولي في ذلك العهد. نعم ايها الاهل الاحبة، ليبدأ نادي الثورة ويبدأ التزاحم للانتساب لهذا النادي، فما كان من فصائل عمل الوطني الا ان تتقدم وتتفجر ثورة بعد ثورة حتى اتى الدور على جبهة الديمقراطية التي انتسبت لهذه الثورة بفعل مقاوم لتقدم للزخم الثوري مدا جديدا وعنفوانا جديدا. نحن اليوم ولاننا نكون حيثما يجب ان نكون نقيم هذا الاحتفال هنا تكريما لهذا الاسير ولكل اسران البواسل الرابضين خلف قضبان الاسر. الاسير خضر عدنان يخوض اضرابه المفتوحة عن الطعام لليوم 66 على التوالي، وقد تناقص وزنه ما يزيد عن 30 كيلوغراما وهو في حالة خطر الشديد. نعم ارادته لا زالت كالحديد لكنه واهن الجسم وفي خطر شديد، وهذه حقيقة. واليوم وفي مؤشر لبداية إذعان الاحتلال لهذا الصمود الاسطوري لهذا البطل، فقد قدموا محكمة الاستئناف التي كانت ستنعقد يوم الخميس القادم الى هذا اليوم، وهو ما يؤشر الى امكانية الافراج عنه هذا اليوم من خلال هذا الصمود الاسطوري الذي سطاه هذا الاسير البطل. فالف تحية لخضر عدنان والف تحية لكل اسران البواسل القابعين خلف قضبان الاسر، ولهم منا في الجبهة الديمقراطية عهدا بان لا ننساهم. شعبهم وجبهتهم وثورتهم لن تنساهم، وسيكون تحريرهم واجب وطني علينا جميعا، فلا سلام ولا استقرار ولا امن الا بحريتهم وبعودتهم الى احضان شعبهم والى ذويهم واسرهم. من يقف بيننا اليوم والد فلسطين، ضرب المثل الأعلى تربية وتنشئة للمناضلين. بيننا والد من قرع الخزانة ضد أحكام ظالمة عمرها قرن من الزمان من زمن الانتداب. بيننا والد من فاق كل المناضلين من جميع أنحاء العالم في طريقة ومدة الإضراب. بيننا اليوم والد من فلسطين عرف كيف تتم تربية
تربية وإخراج جيل فلسطيني ادعوا أنه سينسى فلسطين يوما. والد فلسطيني أحب الابن لأنه أحب فلسطين، ورب الابن على حب فلسطين. وعهدا والدنا جميعا بمن علمنا جميعا وهو ابنك، كيف يكون النصر أمام السجان. شكرا لكم يا أهالي محافظة طول كرم الأبية، فأنتم تاج رؤوسنا وأنتم رفعتم هاماتنا، أنتم الأكرمون، أنتم المناضلون، أنتم سندنا بعد الله عز وجل. فخور ولدي وابنكم. الرسالة التي أحب أن تصل إلى شعب فلسطين، إن ولدي خضر المضرب عن الطعام لمدة 66 يوم الآن، ويخوض هذا الإضراب من أجل كرامة أمتي وشعبه وحرية الأسرى والمعتقلين والسجناء في سجون الاحتلال الصهيوني، هو على حق واليهود على باطل، فحقنا أقوى من باطلهم. عندما كان شاليط معتقلا كانت أم شاليط وأبو شاليط يطوف العالم ويتوسل إلى الناس أن يساعدهم على إطلاق ولدهم. أنا ولدي اعتقل من بيته ومن بين طفلتيه وزوجته، وهو سياسي وليس عسكري، هو عضو في لجنة المصالحة على مستوى الوطن والخارج. عندما اعتقلوه أرادوا أن يفسدوا المصالحة لأنه عضو في لجنة المصالحة الفصائلية وعلى مستوى الوطن، ولكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون. رسالة ولدي خضر قد عمت العالم أجمع وكشفت العدو الصهيوني على حقيقته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.